السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة ويوم جديد في مزرعتك في بيتك. النهاردة السبت 14/9/2024، حلقة أسعار جديدة النهاردة، وللأسف أسعار مرعبة مع بداية الأسبوع. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة كالعادة، ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش كمان تنزلوا حالا في التعليقات تكتبوها بإيديكوا ويخلوها شاهد لينا يوم القيامة. أي حد من إخواتنا المبتدئين عنده دورة تسمين، المتابعة معايا مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة كالمعتاد. والمتابعة يا جماعة لإخواتنا اللي بيسألونا، المتابعة مجانا تماما لإخواتنا المبتدئين، ولكن المتابعة على التليفون مش على الواتساب. خلاص كده، علشان إخواتنا اللي بيبعتوا لنا رسائل على الواتساب ورسائل بقى كلها السلام عليكم وعاملة إيه يا باشمهندسة ومش عارف إيه والكلام ده كله، يا جماعة الواتساب معمول علشان نشوف المزرعة، العنبر، الكلام ده كله، نبقى عمليين أكتر. ولكن المتابعة بتبقى مجانا على التليفون، يعني بتكلموني على التليفون في أي وقت برد على حضراتكم، وكتير جدا جدا من حضراتكم متابع معايا وعارف إن المتابعة مجانا وعلى التليفون. خلاص كده، ولكن لازم من فترة للتانية أقول كده علشان اللي بيدخلوا لنا إخواتنا الجداد على الواتساب يكونوا عارفين القصة دي. طيب النهاردة بقى عندنا إيه؟ للأسف النهاردة مع بداية الأسبوع ارتفاعات لأسعار الكتاكيت النهاردة من 2 جنيه ل3 جنيه النهاردة فرق سعر الكتكوت. يعني الخميس كان، لو متابعين معانا قلت لحضراتكم، طالما الخميس قفل على ارتفاع أو ثبات على الارتفاع، معنى كده إن السبت هيفتح على ارتفاع أو على ثبات. ولكن الشركات النهاردة عاملة نفسها في حتة تانية وعاملة نفسها ولا سامعة ولا شايفة ولا عارفة اللي بيحصل في السوق، ولا يعني حط اي اهتمام خالص للمربي، عمالة ترفع في السعر بدون سقف. النهاردة ارتفاعات مرعبة يا جماعة، الاسعار النهاردة من داخل المعمل، ارض معمل القطعان، الاهالي النهاردة فيها اسعار مرعبة، الشركات فيها اسعار مرعبة. يا جماعة محتاجين وقفة للكتاكيت، محتاجين تسعيرة جبرية، محتاجين المربي يبقى عارف راسه من رجليه، لان فعلا الناس يعني خلاص قربت تشد في شعرها، سواء اخواتنا المربين وكمان اخواتنا المستهلكين. يعني تخيلوا معايا كده بكل بساطة، الكتكوت النهاردة لما يتخطى الاربعين جنيه النهاردة، الكتكوت اللي انت هتسكنه النهاردة ده هتخرجه فرخة بكام علشان المستهلك يقدر يشتريها؟ دي حاجة. الحاجة التانية، هل انت ضامن او السوق مضمون بصفة عامة ان تدخل كتكوت النهاردة فوق الاربعين جنيه علشان تطلعه فرخة في السوق؟ هل هتكسب فيه؟ هل هتخسر؟ هل هتسيب من اصل تمنه؟ هل هتجيب شغلك؟ الله اعلم. محتاجين يا جماعة بجد وقفة لاسعار الكتاكيت، محتاجين وقفة قوية جدا لشركات الكتاكيت. الشركات عمالة الوقت تقول مفيش كتكوت، مش قادرين نغطي السوق، مفيش انتاج، مفيش الكلام ده. يا جماعة انتوا بتضحكوا على نفسكم وبتضحكوا على المربي، السوق غرقان كتاكيت، السوق غرقان كتاكيت جديدة لسه، يعني بشاير 37 جرام. فالبشاير دي جاي منين؟ معنى كده ان فيه منتج. في سحب، انا معاكم ان فيه سحب وكل حاجة، ولكن ده مش معناه ان انت تقطم رقبة المربي النهاردة علشان هو بيسحب منك الكتكوت. مش معقول اللي بيحصل يا جماعة، مش معقول يبقى تكلفة الكتكوت النهاردة 15 جنيه، بلاش نقول 12 جنيه، خليها 15. انت لو بعته بضعف الثمن ب30، هل انت بتخسر ولا بتاخد ضعف التكلفة بتاعتك؟ يعني 15 هتاخد مقابل 15 جنيه، فين المكسب يا جماعة؟ فين المكسب في اي سلعة تكسب الضعف؟ فالنهاردة انت كمان مش بتكسب الضعف ده، انت بتكسب 3 اضعاف. يا جماعة حرام عليكم، يا جماعة اتقوا الله. محتاجين وقفة لشركات الكتاكيت، محتاجين المربي يكون فاهم هو بيحط رجله فين، هيشتغل هيكسب ولا هيخسر. كمان المستهلك، احنا داخلين على مواسم وداخلين على شتاء وداخلين على فيروسات وداخلين على وجع دماغ، محتاجين نهدى على بعض ومحتاجين نعرف الدنيا رايحة فين اكتر من كده، ومحتاجين ضابط للسوق، محتاجين حد مسؤول يا جماعة، محتاجين حد يتسأل عن اللي بيحصل في صناعة الدواجن. بعتذر جدا على الانفعال، حقيقي انا قلبي بيوجعني على المربي. يعني انا وانا بسلم الكتكوت بالسعر ده انا بيكون قلبي وجعني على المربي، ولكن انا مش في ايدي اي حاجة خالص تماما. طيب الحاجة التانية برضو، في ارتفاع النهاردة في اسعار الفراخ البيضة، في كمان ثبات في اسعار الاعلاف. المفروض ان شركات الاعلاف تتكرم كمان وتنزل سعر العلف شوية. ليه؟ لان مدخلات الاعلاف فيها نزول، فين النزول اللي انتوا بتنزلوه لاسعار الاعلاف؟ مفروض يكون السعر اقل من كده بكتير. اسعار البيض في ارتفاع متزايد كل يوم،
يعني بدون رقيب وبدون حسيب، اسعار الاعلاف نازله واسعار البيت كل يوم عماله ترتفع او على الاقل ثابته على الارتفاع. طيب تعالوا بينا بقى نعرف الاسعار النهارده، سواء التنفيذات، البورصه، الكتاكيت، الاعلاف، البيض، كل اللي بيخص المربي والمستهلك. هنقول الاسعار الحقيقيه النهارده، ودي الاسعار الفعليه يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيها دي، هي دي الاسعار الحقيقيه النهارده. ليه بقول الكلام ده؟ لان كلموني اخواتنا من اسوان والاقصر امبارح بيقولوا ان الكتكوت عندهم بخمسين جنيه. ما فيش الاسعار دي يا جماعه، ده افتراء، ده عدم رحمه. يعني ايه الكتكوت النهارده خمسين جنيه؟ والله حد مكلمني امبارح بيقول الكتكوت في الاقصر بخمسين جنيه، كتكوت ابيض عمر يوم خمسين جنيه. يعني حاجه لا تعقل، اغلى من سعر الدولار. فعلا الكتكوت اغلى من سعر الدولار في بعض المناطق. في ايه يا جماعه؟ اهدوا شويه، مش كده، هو مش ناقص اصلا علشان انتوا ترفعوا الرفعه دي. يعني هو انت كده كده جايبه غالي، حط هامش ربح الجنيه بتاع، لكن ترفع الرفعه دي حرام يا جماعه، يعني اهدوا شويه. طيب تعالوا بقى نعرف الاسعار النهارده، بعتذر للمره الثانيه فعلا على الانفعالي، بكون اسفه جدا وغصب عني صدقوني. ليه؟ لان في ناس كتير بتتعرض للظلم وبتتعرض لتلاعب الاسعار وهي اصلا مش ناقصه. ما تنسوش تشاروا الحلقه، حطوا لايكات كتير للفيديو يا جماعه. انا بلاقي مشاهدات ومش بلاقي لايكات، هل اللايك هيكلفك حاجه ولا اي حاجه؟ ولكن ساعد في انتشار الفيديو علشان الناس كلها تعرف الاسعار الحقيقيه والفعليه النهارده من داخل السوق. يلا بينا. البط البلدي ارض المزرعه 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو. المسكوفي ارض المزرعه 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو. المولر النهاردة ارتفاع 85 والمحلات 95، الفرنساوي 65 والمحلات 75 جنيه للكيلو. الحمام البلدي أرض المزرعة 140 والمحلات من 150 ل 160 للجوز. السمان أرض المزرعة 90 والمحلات 100 جنيه للجوز. أما عن الروم البلدي النهاردة أرض المزرعة 110 والمحلات 120. الروم الأبيض أرض المزرعة 90 والمحلات 100 جنيه للكيلو. الأرنب أرض المزرعة 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو. الفراخ البلدي ارض المزرعه 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو. الساسو ارض المزرعه 87 والمحلات 97 جنيه للكيلو. امهات الساسو ارض المزرعه 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو. ابيض بياض ارض المزرعه 60 والمحلات 70 جنيه للكيلو. احمر بياض ارض المزرعه 75 والمحلات 85 جنيه للكيلو. امهات الفراخ البيضه النهارده ارتفاع 70 جنيه ارض المزرعه والمحلات 80 جنيه. اما عن الفراخ البيضه النهارده ارض المزرعه 74 والمحلات من 82 ل 83 جنيه في المحافظات الكبيره، وما تشتريش باكتر من كده كمستهلك. اما عن اسعار البيض النهارده للاسف فيها ارتفاع جديد، وقلنا ان اسعار البيض مرتفعه جدا جدا ومحتاجين وقفه لاسعار البيض. الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات 162 والمحلات للمستهلك 172. الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات 165 والمحلات 175. الطبق البيض البلدي من التجار للمحلات 160 والمحلات للمستهلك 170 جنيه للطبق البيض البلدي. اما عن اسعار الاعلاف النهارده، السبات الطن بيتراوح من 19000 لل 21، والعبوه قطعي في المحلات ال 25 كيلو 530 بادي السوبر، 525 نامي، 520 ناهي، والكيلو قطعي في المحلات من 22 ل 23. الذرة العبوة 25 كيلو 310 والكيلو قطعي في المحلات 13 جنيه. نزول الردة العبوة 40 كيلو من 435 ل 440 والكيلو قطعي في المحلات 12 جنيه. ادي العبوة 25 كيلو من 390 ل 400 جنيه. المكرونة العبوة 10 كيلو من 180 ل 200. رز بلدي عريض العبوة 25 كيلو 560. رز بلدي رفيع العبوة 25 كيلو 540 جنيه في المحلات. اما عن اسعار الكتاكيت النهارده، للاسف ارتفاعات جديده مع بدايه الاسبوع ومحتاجين تسعيره جبريه. البط المولر المحلي 58 جنيه، مولر مستورد 62 جنيه، والاسعار دي يا جماعه للكتكوت عمر يوم. البط البكيني 22، شريفان 30، فرنساوي 24، البيور 37 جنيه. وفرق في نوع الكتكوت يا جماعة بالنسبة للبطاية، البيور حاجة والفرنساوي حاجة تانية خالص. مسكوف مخلط 52 جنيه، المسكوف الار 41 56 جنيه، روم برونزي 50 جنيه، روم بلدي اسود 50 جنيه، السمان من 6 ل 10 على حسب العمر، فيومي لحمة 20، الجميزة البياض 19، الجميزة البيور 25، رز فرزي ديوك 25، رز برابر 17 جنيه، رز على وشه من 20 ل 22، بلدي حر 11 جنيه،
بلدي محسن 12، بلدي فيومي 12، بلدي مشعر 11، والهجين البياض 19. هجين عالي 20، ساسو جلتاني 21، ساسو شفر مزارع النهاردة 25 جنيه. اما عن الكتكوت الابيض الاهالي النهاردة ارض معمل 35 جنيه، وقطاعي للعميل من 37 ل 38، والشركات النهاردة للأسف بادئ من 38 ل 40 جنيه، وفي شركات النهاردة كتكوتها داخل على 45 جنيه. للأسف محتاجين وقفة، محتاجين مسؤولين، محتاجين لازم يا جماعة تسعيرة جبرية لأسعار الكتكوت. دي كانت الحلقة النهاردة، ودي كانت الأسعار المعلنة. نتمنى يكون القادم أفضل. لو تقدروا تشتغلوا واشتغلوا، ما علينا غير السعي، والتوفيق أكيد بيكون من عند ربنا. شكرا لكل إخواتنا من مصر، شكرا لكل إخواتنا من الدول العربية، شكرا جدا جدا على حسن المتابعة، وشكرا جدا على ثقتكم الغالية. بحبكم جدا في الله. استنونا في حلقة جديدة، أشوفكم تاني بألف صحة وخير. تحياتي للجميع.